السلام عليكم، يعطيكم العافية. معكم أحمد دميدي من قناة ماي بي لابس، واليوم حنحكي عن منتج جديد وهو سماعة بلوتوث من شركة فريدة من نوعها، ألا وهي شركة ريزر هامر هيد ترو ويرلس. إذا حابين تتعرفوا على هذا المنتج وتعرفوا سلبياته وإيجابياته خلوكم معنا وخلونا نبلش في حلقتنا. يلا وهي مثل ما انتم شايفين، هاي هي علبة سماعة ريزر هامر هيد ترو ويرلس. يعني الصراحة انا لما جربت السماعة كانت تجربة مرضية، انا حبيتها. ما بعرف اذا انت ممكن تاخذ هذه المراجعة، كيف انت تعتبر هذه السماعة اذا كنت بدك تحصل عليها، هل هي جيدة ممتازة جيدة جدا او لا. الفيديو هذا حينقسم على ثلاثة اقسام كما جرت العادي. القسم الاول حنفتح علبة السماعة وحنتعرف على محتويات العلبة. القسم الثاني حنتحدث بشكل خفيف عن السماعة وشوية امكانيات لها. والقسم الثالث حنتحدث باستفاضة عن السماعة بما يخص الايجابيات والسلبيات. مثل ما حكيت، انا فتحتها من قبل، جربتها وكانت تجربة مرضية في الجيمينج وفي سماع الاغاني او حتى في مشاهدة الانمي والصوتيات والمرئيات. خلونا هسه نباشر بفتح علبة السماعة ونتعرف على محتويات العلبة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هاي مثل ما انتم شايفين، هاي دليل الارشاد مع كتيب صغير. مش مهم. هاي البداية حنحكي عن سلك اليو اس بي. كمان هذا جايبين لك، حابين ندلعوك الشباب، عاملين لك زي ربطة لميدالية او اذا بدك تحطها مثلا تخلي السماعة حوالين المعصم. بنحكي عنها شوي. هاي كيبل الشحن، طبعا مع لمسة تيزر لون اخضر على الكيبل تايب سي. انا كمان حاطين لك، خلينا نعتبرها القطعة الاضافية هي للسماعة اللي ممكنها بحاجة اذا ما شفتها مش مناسبة لإلك، مثلا اذا انه كانت شايفها صغير لأذنك تحط هذا عليها وتلبس السماعة بشكل مريح لإلك. طيب، هاي علبة السماعة. ريزر، ما بعرف إذا مبينة أو لا. هن ريزر، بدخل الشحن غير هيك ما في. العلبة خفيفة يعني. والسماعات، كما انتم شايفين، مع لوجو شركة ريزر. طبعا شكل السماعات الى حد ما بيشبه سماعات الايربودز 1 و 2. طيب، هاي احنا فتحنا علبة السماعة، تعرفنا على محتويات العلبة شو فيها. خلونا هسا ننتقل للقسم الثاني، نتحدث عن السماعة بشكل خفيف. ننتقل هلا للقسم الثاني من هذا الفيديو، وحنتحدث فيه بشكل خفيف عن هاي السماعات. مثل ما انتم شايفين، السماعات شكلهم مثل سماعات الايربودز 1 و 2. البيت شكله خفيف، ولكن الى حد ما اذا كنت انت من الاشخاص اللي بيهتموا بالوزن فحتحس انه هذا بيت خفيف جدا او من بلاستيك خفيف جدا، مش متعوب عليه يعني. ولكن انا شايف انه بيت يعني خفيف منيح مناسب لإلي. ما بعرف بالنسبة لإلك انت. كمان جربت السماعات على نتفليكس، على اليوتيوب، جيمينج. بصراحة ما شفت اي تقطيع او تأخير بين الصوت والصورة. جربته على اليوتيوب، جربته على نتفليكس، جربته حتى على تطبيق انمي، وكان الموضوع معي ماشي حلاوة يعني، ما شفت فيها اي مشاكل. حارفك لكم فيديو هيك قمت بتجربتي لهي السماعات للعبة الببجي موبايل. للعلم، خليني بس احيطكم علما بشغل معين، انا جربت لعبة ببجي موبايل على هي السماعات في الاي او اس، وجربت كمان اللعبة هذه على الجالاكسي، او خلينا نقول جالاكسي A30 اندرويد. هلا في، شوف التأخير واضح في الاندرويد او الجالاكسي، والتأخير هذا كان قليل نسبيا في الايفون، حتى كان الجهاز اللي انا جربت عليه الايفون اكس اس ماكس. في وضعية النورمال مود او الوضع العادي كان في تأخير جزء من الثاني، ولكن في وضع الجيمينج مود ما كان في تأخير على الاطلاق. حرفكر لكم هذا الفيديو في اخر المقطع تتفرجوا عليه وتتعرفوا على هاي التجربة بشكل واضح اكثر. خلينا هسا ننتقل للقسم الثالث وحنتحدث باستفاضة اكثر عن هاي السماعات فيما يخص الايجابيات والسلبيات.
ننتقل هلا بالقسم الثالث في الحديث عن السماعة، والبداية حتكون مع المميزات والإيجابيات. السماعة بتتمتع بوقت استجابة منخفض يبلغ 60 ملي في الثاني، يعني صوتها متزامن مع الجهاز وما حتشعر بالتأخر في تزامن الصوت. السماعة جاي بتصميم مقاوم للماء بمعايير IPX4، أي بما معنى مقاوم لرذاذ الماء والعرق إذا كنت مثلا من الرياضيين. تصميم مناسب جدا للأذن وكأنها ملتحمة بالأذن وصعب جدا أنها توقع معك، وهي أنا بأكد لك عليها. عمر بطارية السماعة، بطارية سماعة الأذن 4 ساعات و12 ساعة إضافية لعلبة الشحن. نوع البطارية ليثيوم إيون بسعة 275 ملي أمبير، تستغرق في الشحن أو وقت الشحن حتى ساعة ونص. الوزن التقريبي للسماعة 45 جرام، وداعمة لللمس من ناحية التحكم في الموسيقى، تشغيل وإيقاف مؤقت، وتخطي واستجابة المكالمات. السماعة كمان بيجي معها تطبيق خاص للأندرويد والآيفون خاص للسماعة، وبيعطيك هذا التطبيق نسبة شحن البطارية لكل سماعة. بإمكانك إنك تعطي كل سماعة أمر لمس معين عن طريق هذا التطبيق، مثل إنك تخليه مثلا بنقرة واحدة يعمل إجابي للمكالمات، أو إنه مثلا يوقف الصوت أو يوقف المقاطع الموسيقية، نقرتين إنه ينتقل من ملف موسيقي لملف موسيقي آخر، 3 نقرات مثلا إنك تشغل وضعية الجيمينج مود وهي أساسا موجودة، ولكن أنت بإمكانك إنك تعدل فيها كمان، سواء إذا بدك إياها للسماعة اليمين أو للسماعة الشمال. بإمكانك إنك تخلي نفس الإضافات أو نفس الكاستمايزنج يكون للسماعة اليمين نفسه هو الشمال، أو إنك تعدل في اليمين والشمال بحسب راحتك وبحسب استخدامك أنت للسماعة. وصوت السماعة واضح جدا عند المكالمات وعند إرسال واستقبال المكالمات. طيب هلا نيجي للسلبيات. السماعة يفترض أنها بتعطي تغطية مسافة 10 متر بعيدا عن الجهاز، ولكن للأسف المسافة أقل من هيك، يعني تقديريا ممكن تعطيك مسافة من 4 إلى 5 متر. اللمس فيها جيد لحد ما، ولكن ممكن يكون أوقات مستفز أو بطيء الاستيعاب. يعني أنا كنت أواجه مشكلة شوي فيما يخص اللمس. أنت عندك الخيار أنك تعدل في أوامر اللمس السماعة، ولكن للأسف مش بإمكانك أنك ترفع وتوطي الصوت من خلالها، يعني إمكانية اللعب في درجة الصوت للأسف ملغية، مش موجودة بالمرة. كمان السماعة لا تقدم خاصية عزل الضجيج، أي نعم إنه الصوت بكون عالي وأنت تقريبا يعني سامع كل إشي في السماعة ومبسوط، ولكن إلى حد ما ممكن إنك تسمع الضجيج ولو خفيف من برا. هذا بالنسبة لي أنا ما بعتبره سلبية، بحكم إنه لازم تبقى كمان أنت مصحصح وصاحي للي حواليك، وكمان مش بس راسك في التليفون وخلاص. ولكن في كثير ناس بتعتبر إنه هذه ميزة إنه يكون في عزل الضجيج، وإنه سلبية إذا ما كان موجود. غير كمان من الأمور اللي كانت مزعجة فيها إنها لا تدعم الاقتران بأكثر من جهاز، يعني إذا كنت أنت مثلا شابكها بتليفون معين وحبيت إنك تشبكها بجهاز آخر، لازم تفصلها من التليفون عشان تشبكها بجهاز آخر، وكذلك الأمر مع باقي التليفونات أو أي جهاز شغال بالبلوتوث وحابب إنك توصلها فيه. وأنا في الختام بدي أعطي ملاحظة خفيفة جدا فيما يخص الجيمنج على هاي السماعات. قمت بتجربة هاي السماعات للآيفون XS Max وجالكسي A30، وكمان من جديد قمت بتجربتها على جهاز النوت 8. درجات الاختلاف بين أجهزة الأندرويد بيعتمد على حسب قوة الجهاز، يعني لما جربت على جالكسي A30 في وضعية النورمال مود أو في الجيمنج مود كان في تأخير واضح، لما جربتها على النوت 8 كان في تأخير في النورمال مود في تقريبا تأخير ثاني، وفي الجيمنج مود كان جزء من الثاني. في الآيفون XS Max ما كان في تأخير على الإطلاق في الجيمنج مود، ولكن كان في تأخير أجزاء قليلة من الثاني في النورمال مود. وهذا كان كل شيء لليوم. إذا عجبكم المقطع يا ريت لو تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، وحترككم مع المقطع اللي أنا قمت بتجربة الجهاز جيمنج في جهاز الآيفون XS Max فقط للعبة ببجي موبايل. إذا عجبكم المقطع كمان مرة يا ريت لو تعملوا لنا لايك شير سبسكرايب، وتنسوش تفعلوا زر الجرس وتنتظروا حلقاتنا القادمة وتتفرجوا على حلقاتنا القديمة. كمان مرة لايك شير سبسكرايب، شكرا لكم ويعطيكم ألف ألف عافية. Gaming mode. Normal mode.